بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي الأمين صلى الله عليه وسلم. اليوم الأحد 26/9/2021، يسر مديرية أوقاف الغربية أن تتلقى الدفعة 13 3 طن بإذن الله تبارك وتعالى. وصل إلينا 43 طن، والنهاردة بإذن الله 3 طن، إذن المجموع 46 طن. اليوم الأحد الموافق 26/9/2021 تم وصول الدفعة 14 من لحوم صكوك الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة، وهي 3 أطنان، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم صكوك الأضاحي 50 طنا. اليوم إن شاء الله الأحد الموافق 26/9/2021 تسلمت مديرية أوقاف القاهرة حصتها من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 3 طن. إنه في يوم الأحد الموافق 26/9/2021 تم وصول الرسالة 11 من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها 4 طن، يصل ما تم إيصاله إلى المديرية حتى الآن 40 طن. تم اليوم الأحد الموافق 26/9/2021 استلام الدفعة 9 من لحوم الأضاحي لمديرية أوقاف كفر الشيخ. هذه الدفعة 4 طن، ليكون عدد ما تسلمناه من لحوم الأضاحي 34 طن من تلك اللحوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.